السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في صحه جيده، وصح رمضانكم ينعاد عليكم بالصحه والهنا. اذا اليوم جينا في فيديو جديد، فيديو راح نستعرضوا هاتف من هواتف سامسونج اللي هو جالاكسي M32 5G، النسخه المطوره من جالاكسي M32. هذا الهاتف تم اصداره سنه 2021. اليوم نتعرفوا على شكل الجهاز، نتعرفوا على مواصفات الجهاز، وأيضا نتعرفوا على إيجابيات وسلبيات الجهاز، وفي الأخير نعرفوا إذا هذا الجهاز يستحق الاقتناء مقارنة بسعره أم لا. إذا بلا ما نطول عليكم ننتقل إلى شكل الجهاز. إذا بالنسبة لشكل الجهاز، كما ترون جهاز أنيق جدا، وحتى خامة صنعه جيدة إلى متوسطة. خامة صنع من المعدن والبلاستيك والزجاج. إذا من الأسفل نجد المنفذ الخاص بمكبر الصوت، نجد منفذ الخاص بالشحن تايب سي، ميكروفون خاص بالمكالمات، والمنفذ الخاص بسماعات الأذن. من هذه الجهة نجد المنفذ الخاص بشريحة سيم وكرت الذاكرة أو شريحتين سيم. من الأعلى نجد الميكروفون الخاص بتسجيلات الفيديو، ومن هذه الجهة نجد زر الباور وهو نفسه قارئ للبصمة وهو ممتاز سريع جدا، ونجد زر خفض ورفع الصوت. من الأمام نجد الشاشة وهي 6.5 إنش. من الخلف نجد 4 كاميرات ونجد الفلاش. الخلفية من البلاستيك، يوجد الكثير من الألوان، الأبيض، البنفسجي، الأزرق والأسود. إذن هذا بالنسبة لشكل الجهاز. بالنسبة لمواصفات الجهاز، أول شيء نتكلم عليه وهي الشاشة. شاشة 6.5 إنش TFT LCD، ألوانها متوسطة وأيضا السطوع متوسط. بطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 15 واط. بالنسبة للرام والذاكرة الداخلية، هناك نسختين، نسخة بستة جيجا من الرام و 128 جيجا ذاكرة داخلية، وهناك نسخة أخرى 8 جيجا من الرام و 128 جيجا ذاكرة داخلية. بالنسبة للمعالج، وهو معالج من شركة ميديا تيك، وهو Dimensity 720 5G. هذا المعالج خاص بالفئة المتوسطة فقط، يعني لا أنصح به الأشخاص المحبين للألعاب. بالنسبة للكاميرات، الكاميرا الأمامية وايد وهي 13 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرات الخلفية هناك 4، الأساسية هي 48 ميجا بكسل، وتوجد كاميرا وايد ب 8 ميجا بكسل، وهناك كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأخيرة 2 ميجا بكسل. إذا كانت هذه جميع مواصفات جهاز جالاكسي M32 5G. إذا بعد ما تعرفنا على الجهاز وتعرفنا على خصائص الجهاز، الآن نتعرف على إيجابيات وسلبيات الجهاز. من إيجابيات الجهاز شكل الجهاز وتوفره على الكثير من الألوان. أيضا بطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع، تعطيك تجربة استعمال بطارية جيدة جدا. أيضا توفر الجهاز على المنفذ السماعات 3.1 اللي افتقدناه في الكثير من الأجهزة. أيضا توفره على 5G رغم أنه في الجزائر لا تتوفر الخدمة بعد. سلبيات الجهاز أنا نشوفها في الشاشة فقط، لأنه شاشة TFT LCD في جهاز سعره 49 ألف دينار جزائري حتى 53 ألف دينار جزائري، أعتبره عيب كبير جدا، خاصة أن TFT LCD معروفة بالألوان الباهتة. إذا كانت هذه إيجابيات وسلبيات الجهاز. سعر الجهاز قلنا 49 ألف دينار جزائري حتى 53 ألف دينار جزائري. توجد الكثير من الأجهزة المنافسة لهذا الجهاز في هذه الفئة السعرية وتتفوق على هذا الجهاز، ويبقى خيار جيد للأشخاص اللي استعمالاتهم للهاتف متوسطة ويحوسوا على هاتف أنيق مع نظام سامسونج الممتاز. إذا هذا هو جالاكسي M32 5G.
ان شاء الله يكون فيديو اليوم قد اعجبكم، وان شاء الله نكون فدتكم بالقدر اللي استطيع. وصحة بعد الفطور، والسلام عليكم.